تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فالتقوى شعار المؤمنين وكفار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. ثم أما بعد، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سنعيش معكم
من سيء
أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جماعة المؤمنين والمؤمنات، إن رأس مالكم هو عقيدتكم، فإن سلمت لكم عقيدتكم فقد سلم لكم كل شيء، وإن ضاعت عليكم عقيدتكم فقد ضاعت عليكم كل شيء، ضاع عليكم كل شيء. فالعقيدة هي رأس المال، والتوحيد الخاص الخالص لله عز وجل هو الذي ينجي بسببه رب العالمين عبده يوم القيامة. فإن سلمت عقيدتك من الدخل ومن الدخل، وكانت عقيدة سليمة صحيحة، فهنيئا لك وبشراك، ويكفيك القليل من العمل. أما إن كانت العقيدة مهلهلة فيها دخل، فلو جئت رب العالمين بأعمال مثل جبال الدنيا فإن الله لا يقبل صرفا ولا عدلا من أي عمل أو من أي إنسان إلا إذا كانت العقيدة صحيحة متينة للقاعدة المقررة في القرآن العظيم كما أسلفنا آنفا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينتفع العبد يوم القيامة بأي عمل إلا إذا كان العمل مبني على ساق وعلى قدم وثيقة وعاسقة من العقيدة الصحيحة. التوحيد الخالص هو بسببه ينجي الله عز وجل العبد يوم القيامة. فقد روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وهذا الحديث صححه الألباني رحم الله الجميع. في هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن ينادى عليه. يصاح برجل من أمتي، لا من اليهود ولا من النصارى، يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق في عرصات يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، 99 كتابا، ينشر له 99 سجلا، كل سجل بمد البصر، كل كتاب من هذه الكتب 99، كل كتاب طوله ومسافته ومساحته مد البصر في الصحراء، كلها خطايا وذنوب. ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها خطايا. فيقول الله عز وجل لعبده: وكل العباد يكلم ربنا سبحانه وتعالى بدون ترجمان. فيقول الله عز وجل لهذا العبد الذي فوجئ بهذه السجلات 99، كل سجل كل كتاب مد البصر مليئا بالخطايا والذنوب والموبقات، فيقول الله عز وجل للعبد: أي عبدي، أتنكر شيئا من هذا؟
أي الملائكة الذين كتبوا وكتبوا عليك هذه السيئات وهذه الخطايا؟ هل ظلمك الكتبة؟ أي الملائكة الذين كتبوا عليك هذا؟ فيقول لا يا رب ظلموني. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هل لك من حسنة تذكرها؟ والله عز وجل يلتمس الأعذار لعبده. هل لك من حسنة؟ هل تتذكر لك من حسنة؟ فيهاب العبد يخاف من الموقف، يهاب العبد فيقول لا يا رب ما تذكر لي من حسنة. فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم اليوم، إنك لا تظلم اليوم. فيخرج الله له بطاقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، قال وهي بطاقة بقدر راحة وبقدر كف اليد. فيقول العبد أي رب، أي رب، وما تصنع هذه البطاقة اللي هي بقدر الكف؟ ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات 99؟ فيأمر الله سبحانه وتعالى فتوضع هذه السجلات في كفة، ويأمر بالبطاقة فتوضع في كفة أخرى. فإذا وضعت البطاقة في كفة طرشت السجلات في الهواء وفي الفضاء. أتدرون أيها الإخوة والأخوات ما هي هذه البطاقة وما هو مكتوب في هذه البطاقة؟ لقد كتب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن قالها صاحبها موقنا بها مخلصا بها لله عز وجل فإن هذه الشهادة ستنفعه يوم القيامة وستزحزحه عن النار بإذن الله رب العالمين. فأخلصوا دينكم لله سبحانه وتعالى وإياكم والشرك، فإن الشرك